أنا ما يعجبنيش الشغل ده. أنتوا ليه مش مقدرين المهمة القومية اللي إحنا عايشين علشانها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد إيده عايز يقفش الألمونيا. راعوا ضميركوا شوية. شلبي، ما تقلقش يا برنس، هنشرفك. باب مراعاة الضمير صفحة فندينا. كلمة يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك، هدفنك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في إيدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانة امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم عليه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ ليه مين ياض؟ انت قول براءة نوح رجالت.